ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم فيديو جديد من جيم هو اسطوري، ويلا بينا نلعب لعبة بلوك كرافت 3D. بصوا انا عامل حاجات احتراف عن المرة دي، يعني احتراف بجد بجد، احتراف يعني هتعجبكم قوي. بصوا بقى، يلا يلا بصوا انا عامل ده والبيت الضخم. ويلكم، اهلا بيكم. واشجار، ايه رأيكم بقى في الاشجار دي؟ وحطت شمعتين، قصدي شمعة يعني، علشان بتبقى الدنيا ضلمة لو ما حطتهاش. بصوا ضلمة قد ايه. لا عشان بس جنبيها برضو شمعة كده. بصوا استنوا بقى، بصوا ضلمة قد ايه، ضلمة قوي، عشان كده بحط الشمعة. بس انا حاسس برضو ان الشمعة مخلي شكلها مش حلو قوي، بس مش مشكلة. بصوا بقى انا عملت البيت الضخم الضخم ده، عملت بقى في حاجات تحفة. عملت كراسي، قصدي ده كنب، ودي كرسيين كبار شوية، ودي بقى ترابيزة. انا عايز اجرب كده اعمل التلفزيون. يلا، لا ما ينفعش يكون المتشابه. يلا كده، ادي دي الترابيزة، وخلي الترابيزة كده كده. انا حاسس انه شكله مش حلو، يعني لخبطة قوي. شلته. بصوا بقى انا عملت التمثال ده، شكله احلى من المرة دي برضو. ايه رأيكم فيه وانا بكمل بيت ضخم 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 عليه اكتر ضخم؟ بصوا بقى انا عامل فيه ايه، احط دي كده. بس بصوا في الخريطة انا لسه بكمله، ده شكله ضخم جدا. بصوا ايه رأيكم بقى، انا عايز اضبطه شوية، بس اعمل فيه اولا. انا عامل كده ماشي. يلا كده، بص الارض التحفة الصفرة دي قدامكم اهي، الارض بيضة ومحمرة كده، مبقعة احمر. انا عايز اشوف كده، 1 2 3، دي 1 2 3 كده، واحط كده وكده 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 وكده. ماشي كده اكتملت الناحية دي. التانية بقى بعدين. ماشي بصوا بقى انا هعمل ايه، هعمل كده وكده. ماشي واطلع، لسه البيت ما اكتملش، ده هياخد مني سنين قوي. بس هو بالظبط يعني هياخد مني ساعة او نص ساعة. يلا يلا، ولا اعمل كده بقى، بدل ما اقعد اخد وقت اعمل كده 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 كده. ابص ورايا، هقع، امشي كده واعمل كده واكمل. لا اياك تقع، اياك تقع. ايوه كده بقى. يلا انا مش عايز اعلي اكتر من كده، السقف بقى مش في الفيديو ده. ايش يلا بقى يلا بقى يلا بقى يلا بقى يلا بقى يلا بقى يلا بقى. مش عايز اتلخبط تاني، مش عايزة اتلخبط تاني مع ارض حمراء وبيضة. لو عجبتكم الاغنية دي اكتبولي في التعليقات. يلا يلا ويلا يلا ويلا ويلا يلا ويلا ويلا. ايه التهنيج ده؟ يلا، كأني ببني هوا، ولا كأني ببني حاجة.
يعني او التانيك ده برضو هو برضو بيهنج وبيعمل تخبيش شوية. ماشي يلا 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 يلا، انا مش ظابط الباب، مش ظابط ناحية الباب. كسر كسر، لا يك تقع، يك يك يا ولا يا ولا. انا عايز اشوف في الخريطة هي اتعملت ولا حتى في الخريطة. التهنيج التهنيج ده التهنيج ده، لا مش عايزة اقع. الوقعة بتوجع وهي غلسة، وهي غلسة لما بيقع بيتوجع قوي قوي، لما بيقع بيتوجع قوي وقوي، وعليها كمان قوي. واو واو واو، ايه ده تحفة. هي بس الحاجة الوحيدة الحلوة في التهنيج ده اللي انا كأني بمشي على كأني بعدي هوا، كأني بعدي هوا. بصوا صحابي بقى، انا هقف لحد هنا، واول ما يخلص التهنيج ده هرجع لكم مرة تانية عشان التهنيج ده غلف. ماشي، واهو بعد ما التهنيج خلص ده التهنيج غلس قوي. ماشي، ايه ده، انا هفكر اللي انا معايا الخشب، كنت بقى يعني ابني ايدي مثلا، مثلا اللعبة يعني يقطع ايده ويبني بيها كأنها خشبة، كأنها خشبة. وقعت. يلا كويس اللي انا حطيت العلامة، كويس. يلا يلا امشي، يلا يلا امشي، يلا بسرعة بقى، بسرعة بسرعة، امشي سريع امشي سريع امشي سريع، يلا امشي سريع، يلا امشي سريع، يلا يلا. انا عايز اشوف كده في الخريطة، شكله حلو اوي. والتهنيج ده بيخلص بعد 10 دقايق، لكن لو بعد 5 دقايق هو يخلص، بس يكون في تأثير بسيط، تأثير التهنيج. يا لهوي، ايه ده، انا ما بنيتش الحتة دي ليه، ما بنيتهاش، بس انا هعمل كده بس برضو تاني. التهنيج ده ماسك، دي مش الحمد لله، بس انا عايزة اعمل اسرع، بس اعمل كده كده اسرع، مش مشكلة بقى، انا مش هقعد كل مرة امشي اللعبة وامشي وامشي وامشي. التهنيج ده بجد غلس اوي 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 اوي، عارفين ده اغلس تهنيج شفته في اللعبة دي. ماشي، وادي كده بعد ما خلصت البيت ده، احلى بيت ده ولا ايه، احلى بيت ده ولا ايه، انا بنيته. شكله بجد تحفه تحفه قوي. مش بس انا بقى انا عايز اعمل كده، ولا بدل ما اعمل كده اعمل بالخط ده، انا مش هخسر حاجه، اعمل كده وخلاص، كده وديها كده وديها كده. يلا 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 يلا، كده كده كده، يلا يلا يلا. كسر 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 كسر، يلا كسر يلا كسر، يلا يلا يلا. اهو دي كده
تكسر كده. حلواوي ماشي، ادي الصف اهي، واعمل كده وكده كده 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 وكده كده وكده كده وكده وكده. وادي البيت انتهى. اللي طلع عيني فيه ده انا بعمله من امبارح، في الاخر تعبت وتبت وقلت اكمله بقى. عملته امبارح ماشي. يلا 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 اعمل ايه ايه كل النقطات المكسرة دي. انا هعمل بقى فيه الشبابيك، انا هوريك ازاي اقدر اعمل فيك شبابيك. اها اها كده وكده 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 كده وكده. خلاص التهنيج. يلا يلا انا عامل شكل الشباك حلو قوي على جنب كده، شكله تحفة تحفة. وكده البيت خلص بقى، عايز اعمل فيه شوية تعديلات. اه صح، البيت ده ما ينفعش اعمل فيه شباك لانه كده كده هو فوق يعني. يلا 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 كسر. كده وبعديها هعمل كده وكده وكده. ده انا بقاوم التهنيج. كأن يعني لما قاوم، كأن يعني لما قاوم كده التهنيج هيقف. بس ايه رأيكم في الارض دي اللي انا عملتها؟ لو عجبتكم بجد اكتبوا لي في التعليقات. خلاص بقى كده خلصت البيت. بصوا يا صحابي انا هقف لحد هنا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد مني. سلام.